السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعطيكم ليرضيكم يا أجمل شموع العضوية. كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ اليوم موضوعنا كتير مهم وطلبات كتير عليه، ضيق تنفس، سعال، ربو، وكتير صارت ناس. يعني عام 2012 الإحصائية اللي طلعت تقريبا كل بيت صار فيه عنده ربو، كل بيت صار فيه عندهم سعال، أو ما بيسموها بالحساسية السعال. ونحن حكينا كتير إنه ما في حساسية، مرض اسمه حساسية. الحساسية هي اللي احنا بنخترعها من كتر انت ما بتتضايق وبتصير بتفكر بالحساسية اللي معك، بصير في عندك مثل الهوجس تفكير. الحساسية هي فكرة، حساسية هي فكرة مندخلها دماغنا، ومن كتر تفكيرنا فيها بنصير منقول الغبرة بتجيب لنا حساسية، تغيير الجو صار معي سعال، أنا هذا الجو ما بيواتيني، جو الربيع مدري شو بيعمل معي. هاي فكرة مندخلها. طبعاً اليوم موضوعنا مو عن الحساسية، بس كلمة إجت بالموضوع تكلمنا فيها. موضوعنا اليوم كيف ننظف الرئتين. أنت مدخن، أنت مدمن كحول، أنت مدمن حشيش، انت مدمن اي شيء، بتشرب فودكا، ويسكي. هذه العشبة اللي حنتكلم عليها اليوم هي اللي حتخليكم تقلعوا عن كل هالشيات. واللي ما بده يقلع طبعا براحته، بس بتقدر تنظف الرئتين وترجع رئتينك كأنها جديدة، كأنكم مولودين هلأ. الرئتين هي اساس التنفس، بنستعمله للروحانيات، بنستعمله للطاقة، التنفس العميق بنستعمله. إذا ما كان تنفسك مزبوط مستحيل تقدر تعمل التنفس وتدخل العالم الآخر، مثل ما بيقولوا عالم الروحانيات أو عالم إنك تنظف جسمك بالطاقة. يعني عملنا بعض الفيديوهات للطاقة إنه كيف بدنا نقعد ننظف القلب، الرئتين، الدماغ، العيون، بالطاقة اللي موجودة بكفنا. هذا المكان كفنا، بتما ما حفزنا الطاقة منقدر نسحب كل المرض. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ حط ايدك على نفس المرض ونقرأ بسم الله 3 مرات وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بس ما قال طاقة، بس هذه الطاقة موجودة من جدودنا. هذا اللي بيقول لك ايش هو سحر لحتى ينشال المرض، هو ما هو سحر، هي معجزة من الله سبحانه وتعالى، لأنه تكوين جسمنا سبحان الله من جد معجزة. العشبة اللي بدي اتكلم عليها اليوم مو بس حتعافي لكم الرئتين، حتداوي لكم الاضطرابات النفسية، اللي معه اكتئاب، اللي معه حالة نفسية، هذه العشبة اللي حتوصلكم لبر الأمان، وخلال فترة وجيزة، مو وقت طويل. كتير ناس تابعوا معي وكان في معهم موية بالرئة، كان عندهم تلف في الرئتين، والرئتين لازم يقيموا قسم منها مشان يقدروا يعيشوا حياتهم الطبيعية. هذه العشبة شالت كل الأمراض والأوجاع اللي نحن عم نتكلم عليها. انت في عندك اضطرابات بالعضلات، انت في عندك ألم بالمفاصل بالعضلات، هذه العشبة ممتازة. طبعا هذه العشبة التغذية والدواء منعتها منعا باتا، وقالت تسبب الوفاة. يعني تخيلوا انتوا ايش تسبب الوفاة، مع انه من آلاف السنين كانوا يستعملوا هذه العشبة. وهذه العشبة سبحان الله، سبحان الله رب العالمين، هذه عشبة سحرية، هذه عشبة معجزة. اصلا رب العالمين ما خلق لنا شيء بهالدنيا هي الا والها فوائد لجسمنا. انا ما عندي اي مرض، ما بشتكي من اي مرض، وبدي اخذ هالعشبة هي، بقدر اخذها للوقاية مشان ما يصير في عندي اي شوائب بالتنفس، اي شوائب بالجهاز الرئتين تبعي، اي شوائب بالتنفس اللي انا عم بتنفسه مشان اقدر ادخل روحانيات، لانه هذه يبغالها نظافه كامله بجسمنا. والرئتين حكينا كثير، الرئتين عن شو مسؤوله؟ حزن، زعل،
تفكير دائما بالمشكلة اللي انت عم تفكر فيها، حيصير معكم مشاكل مرضية بجسمكم. هاللي عنده سكر قلنا له يستعمل هاي النقطة، بس مو معناته هاي النقطة هي اللي حتعالجه، لا. ارتفع معك السكر، اكلت حلا، استعملنا النقطة اللي فوق الشفة، بعدين حينزل السكر. منحاول نداري نفسنا ببعض الاشياء، هذه العشبة حتنزلكم السكر، يا سلام. وفي عدة اعشاب اللي احنا حكيناها بالفيديوهات انه بتنزلكم السكر وبسهولة. يا مرض الرئتين، هاللي معه مرض بالرئتين، هاللي بيشتكي من السعال العادي ولا السعال الديكي، شوفوا اصعب سعال هو السعال الديكي، ونزلت عليه كتير كتير دراسات، وكانت الناس ما تشفى الا لتاخذ هالعشبة. عن شو بدنا نتكلم؟ عن عشبة اللوبيليا. عشبة اللوبيليا يا سلام قديش في إلى فوائد. عشبة اللوبيليا هي اللي حتعطيكم صحة كاملة. استعملوها القدماء، وخصوصا في عالم النبات. عالم النبات ضيقة بس شوي مع لينزكم. ماتياس ديل، عالم النبات ماتياس ديل، خدوا هذا الاسم وادخلوا على جوجل ومعروف. يعني أنا ماني جايبت لكم شيء جديد هلا، بس أنا عم ذكركم، عم بعطيكم تذكرة. هذا العالم اكتشفه، ولذلك سميت اللوبيليا. شو ليش اسمها عشبة اللوبيليا؟ هي مو اسمها عشبة اللوبيليا، هي اسمها توباكو الهندي. الهنود الحمر بأمريكا كتير كانوا يستعملوها، أو تبغ الهندي كده كان اسمها. لما إجا عالم هذا النبات ماتياس ديل لوبيل، مشان هيك تسمت لوبيليا، هو أول من كان يعالج فيها، عالج فيها ناس كتير. بألمانيا حاليا هلأ عم نحكي، مع أن التغذية والدواء آلة سمية وتصب بالموت، ولحد الآن ما في واحد أخذ عشبة اللوبيليا مات ولا صار له أي مشاكل. بس في إلها بعض المشاكل، اللي عنده مشاكل موية بالرئة، يعني العلاج مثل الكيماوي. كيف مريض السرطان بيتعذب بالكيماوي اللي بياخده؟ أكيد، لأنه بيطالع البلغة، ممكن يسبب الإقياء، غثيانك زيادة، يعني يمكن يتعب الإنسان من وراء هذه العشبة. بس هذه العشبة ممتازة بجرامات معينة، على حسب الوزن، على حسب المشكلة اللي أنت عندك ياها. تلاقي الرئتين عندك رجعت ما شاء الله تبارك الرحمن، ممتازة جدا جدا جدا. هذه العشبة اللي حنتكلم عليها لحنا، إنها مضاد للتشنجات، للشد العضلي. هاللي بيصير عنده شد عضلي، يعني شو هو الشد العضلي؟ لما منكون نايمين تحس رجلك أو إيدك وقفت كده، صارت العضلة يابسة. شو هذا الشد العضلي؟ بس تجيب اللوبيليا وتدهن عليها قطرات اللوبيليا. طبعا قطرات اللوبيليا اللي بده يجيبها سائل، هي بتكون مخلوطة بالفوتكا. هذا الفوتكا طبعا اللي احنا بالإسلام محرم علينا انه نشربه، بس اذا وصلنا والله لوقت ناس عما ناس عم تغسل، عم تسحب الموية من الرئتين، التهاب رئوي مزمن، يعني وصل للأخير خلاص يبغى عملية. هذا العالم النبات أنقذ ناس كتير، كان بدهم يشيلوا الرئة، يشيلوا قسم من الرئة كان تالف، بعشبة اللوبيليا اداوا هدول الناس وخرجوا من الموت إلى الحياة جديدة، إلى يوم جديد، كانوا عايشين يوم جديد. أما من جهة الناس هاللي بدل الوقاية من جد من هالأجواء والمواد الكيماوية اللي موجودة وهالمبيدات الحشرية اللي موجودة، هذه كلياتها عم تدخل لرئتينا، لأنه لحنا دائما نتنفس. وأهم حاجة أنا بدي لكم يا قبل أي عشبة، النوم في الليل مفيد جدا، والتنفس العميق يوميا إنكم تعملوه مفيد جدا جدا جدا. هذا بدي إياكم كتير تهتموا فيه. إذا أنتوا حطيتوا في بالكم كل يوم تعملوا التنفس العميق،
نوم بدري من الساعة 9 نحاول يعني ما نحاول ما نسهر، لأنه هذا السهر هو سبب مشاكلنا دائما، هو سبب مشاكل مو بس الرئتين، الرئتين، القلب، الدماغ. طبعا هي العشبة لما بتدخل على الرئتين بتشتغل على الدماغ، بتعطي الدومامين بالإفراز الزيادة للجسم، مشان هيك بتقعد بتشتغل وبتعالج. وأول ما بتدخل على الجسم بتحاول تعمل مثل بتلعي نفسكم، بصير بشر ريقكم، هذا أمر كتير كتير طبيعي. بس لما بيصير معنا هيك شغلة لازم نقلل الجرعات، وأنا هلا هعطيكم الجرعات المناسبة، بس طبعا ما هقدر أعطيكم الجرعات المناسبة لكل الأشخاص، لأنه كل وزن شخص، كل طريقة تعب شخص. يعني مثلا في عندكم ضيق تنفس، أو مثلا مثل ما بيقولوا لكم، أو سعال، أو حساسية السعال، أنا بصير بكحكح، في ناس طول ما أنا جالسين هذا شو سببه؟ هذا سببه فكرة دخلناها لراسنا وعرفنا إنه فصل الربيع اللي إحنا منكحكح فيه، هذا الجو اللي إحنا منكحكح فيه، لازم هذا الجو اللي إحنا نعمل حساب ما نشيل الفكرة. أنا عملت تقنية البيت ودخلتها على اليوتيوب، تدخلوا على قناتي، بتطلي عنده فكرة وحساسية معينة من جد بيتأذى منها، يحاول يدخل على تقنية البيت ويخرج هذه الصورة، وما عاد تتحسسوا لا من جو ولا من أي فكرة أنتوا دخلتوها دماغكم. طبعاً أنا هلأ بدي سلم عليكم، اللي احنا دخلنا فوراً بالموضوع، وأنا هلأ بدي سلم عليكم، بدي شوف مين الحلوين الرائعين اللي هن معنا. أهلا وسهلا بكل الموجودين، يا هلا يا هلا يا هلا، والله إنكم لذيذين وعزيزين، مرسي على الورود، مرسي مرسي كلكم ذوق. هلا دكتورة من زمان عنك، وين رحتي انتي من زمان ما فتحتي، بس مظبوط هالكلام، الله يسعدك ويعطيك ليرضيك، أو يعطيكي ليرضيكي، ما بعرف شو الاسم، سجلوا الاسم لما بتتكلموا معي يا حلوين، سجلوا الاسم، الله يسعدكم. أنا انشغلت كتير عنكم، صح انشغلت عنكم، بس دائما انتم بقلبي وعيوني، لانكم اجمل شموع مضويه. كيفك يا دكتوره؟ الحمد لله والله تمام. اليوم العشبه كثير بدي اياكم تهتموا فيها، ولح اتكلم عليها بالتفصيل باذن الله. ده دكتوره علاج الانزلاق الخضروفي للكتفين، انا عملت للكتف، قلت لكم جيبوا قلم السجك وقعدوا اشتغلوا، حطوا بين الفلفل الاسود بهذا المكان، انا كثير تكلمت عليه، حاولوا تدخلوا على قناتي في اليوتيوب وجدا جدا حتستفيدوا. دكتورة لو سمحتي علاج السكر، أنا بيرتفع كتير معي. أول ما بيرتفع معك السكر بس اضغطي هنا. أنا ما بدي انشغل هلأ بالأسئلة، الله يرضى عليكم، أنا عملت فيديو للسكر كيف ننزله فورا، مشان ما نقدر نتعب أو يصير معنا إغماء. بس اضغطي هنا، دخلي يدك من هنا وشدي، وانت عم تضغطي وشدي، تلاقي خلال 30 ثانية، بس عدي 30 ثانية تلاقي السكر صار في انخفاض. وعملوا تجارب كتير، وفي ناس الله يهديهم ما سجلونا، مع انه تسجيلكم بفيد غيركم، بفيد الناس كلها، بليز سجلوا تجاربكم بليز، ودخلوها مع نفس الفيديو اللي موجودة عنا. الله يعطيكم الله يرضيكم يا أجمل شموع مضوية. دكتورة علاج بالفقرات، طيب ادخلي على تطبيق أشعل شمعتك وإن شاء الله بقدر فيدك. هلأ أنا ما حجاوب علاج جيوب الأنفية، عملنا فيديو لعلاج جيوب الأنفية وناس كتير تعالجت. بتمنى بس إنك تجيبي الأمماس 1 والأمماس 2 والديمسو وتخليه عندك، هاي صيدلية متكاملة عندك في البيت، تمام؟ في واحد عنده تليف في الكبد، شنو العلاج بعد الله؟ بعد الله سبحانه وتعالى، أكيد بإذن الله سبحانه وتعالى في له علاج بإذن الله. ادخلي على التطبيق. هلأ ما حنجاوب على الأسئلة، هلأ أنا حبيت أسلم عليكم وشوف رسائلكم، وأهلا وسهلا فيكم، وخلينا نتعرف على عشبة اللوبيليا. طيب عشبة اللوبيليا هذه مثل ما حكينا، عالم النبات ماتياس دبل لوبيل سميت لإسمه. طبعا في عنا هلأ كتير اللي احنا من الـ خليني بس حط هاي. Thank you.
في عنا كتير لحنا هلا من النا من الدكاترة المشهورين والمعروفين اللي عم يعالجوا باللوبيليا، وخصوصا في بريطانيا وألمانيا. طبعا ألمانيا وبريطانيا اللي انتو ما بتعرفوا عليه أنا بدي لكم عليه، وخصوصا ألمانيا ما في شخص واجعه راسه، معه لوز، تعبان، الجهاز الهضمي تعبان، والله وصف له الدكتور أدوية وخلاص، لا، بيروحوا بيعطوه ورقة بيعرضوه على دكتور نفساني. قلت لكم أساس الأمراض كلها هي نفسية، بيعرضوه على دكتور نفساني. إذا حالته النفسية تعبانة ما بيوصفوا له أدوية، بيعالجوه نفسيا بالأول، بعدين بيرسلوه للمستشفى، هذا طالع معه تقرير، هذا طالع معه كذا 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 كذا، ولا بيوصفوا له أدوية. الأدوية بألمانيا آخر شيء بيفكروا فيها، لدرجة في لي أصحاب أنا بألمانيا لما تكلمت معهم إنه قريت أنا كتب عن هالكلام هذا، هل هو صحيح؟ قالوا لي من جد بيكون راسنا واجعنا ولا بيعطونا حبة وجع راس، منروح على دكتور نفساني والدكتور النفساني سبحان الله بيعالجنا من وما عاد نروح على المستشفى أبدا. مشان هيك عم قلكم أنا الدكتور النفساني مش عيب، الدكتور النفساني مش خجلة، أنا دكتورة نفسانية وبرضه بروح عند دكتور نفساني، ليش لا؟ إذا أنا في عندي مشكلة وما بدي إياها تتوصل لحالة مرضية أوصل إلها وأتعب وأمرض ويصير معي مشاكل، بروح بشيل هالصور، هي الصور اللي هي قاعدة عم تغذي جسمي، الصور السلبية وهي اللي عم تسبب لي مشاكل مرضية. اللوبيليا مثل ما حكينا، اللوبيليا هي معروفة بالتوباكو الهندي أو التبغ الهندي، وسميت باللوبيليا لعالم النبات يلي اسمه ماتياس ديبل لوبن. هذا اذا بس بتسجلوا اسمه واقروا اقروا ما شاء الله، وتابع مسيرته بهالشغل باللوبيليا. بس وينه هذا؟ تابع مسيرته، معليش يا جماعه دقيقه شوي، مسيرته بعد عالم هذا النبات ماتياس، تابع مسيرته الدكتور توماس والدكتور جون كريستوفر. ومنعرف لحنا جون كريستوفر حكينا عنه كتير بفلفل الكيان، وإن فلفل الكيان قديشه مفيد وقديشه بنشط القلب وبنشط شرايين القلب، بنشط الدماغ، بيقتل جرثومة المعدة، فيه له كتير فوائد. هو نفسه جون كريستوفر حط يده مع يد توماس وقعدوا يشتغلوا على هاللوبيليا بعد العالم النباتي ماتياس. هذا العالم النباتي كتب كتاب كتير كبير، واللي بيدخل على النت بيقدر يقراه اللي عنده لغة إنجليزية ممتازة، سوري لغة فرنسية، مع انه يعني ما بحب اقول فرنسيه يعني، لانه كلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، بس هذا عالم ما دخله. وقلت لكم انا من الاول والاخير لحنا ضد هالمعكرونه اللي وقف ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عنا فرنسيين، انا فرنسيين كثير متابعيني قالوا لي انت كثير متحيزه وعنصريه على الفرنسيين وعم تسبين، قلت له لا، كل شيء مسلم بفرنسا على العين والراس وانا بحبه، وان كان مسيحي وان كان شو من كانت ديانته، المهم قال كلنا مع رسول الله. اما لو كنت مسلم وانت وقفت ضد هذه العقيده تبعنا، معناته انا ضدك 100%، لاني انا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام، وكلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حققوا نجاحات هدول الدكاترة اللي عم قلكن عليها، توماس وجون وجون كريستوفر، هدول حققوا نجاح بالعلاجات اللوبيليا بطريقة فظيعة. طبعا اللي احنا ما بدنا نحكي بس انه هن اللي حققوا نجاحات، انا عدة امراض بالرئتين جوني، ناس كتير تعالجت من السعال الديكة اللي اصعب سعال، بعشبة اللوبيليا، بتنظيم الغذاء، بالنوم في الليل، كان جدا جدا
فرحانين الناس طبعا شلنا لهم اول شيء بالحاله النفسيه، لانه الحزن والزعل والاكتئاب هو اول شيء اللي بيدخل السلبيات للرئتين وهو اللي بيسبب مشاكل. وفي ناس عطيناهم هاي العشبه واخذوها وساووها، بس المريض نفسه مش متقبل العلاج. ميرسي ميرسي ثانك يو. لازم نحيي الناس اللي عم تدعمنا يا عمي، لازم. طيب طبعا التغذية والدواء بالرغم انه ما جاء لأي معاكسات لهذه العشبة سلبية، اي امراض، اي سمية، لانه هي التغذية والدواء بتاخد اذا والله في إلها علاج وممتاز ما شاء الله، ما بتوافق عليها. مثل الأمس، الأمس ما انا موافق عليها. الدمسو بتقلك بعض الحالات لك، لانه مادة موجودة بين ايدينا، مادة بتخلينا دائما منقلين جسمنا ومنطفينه. طيب انت يا المدخن واللي عم تشرب ويسكي وفودكا ولا اللي عم بتحشش، ما بدك شيء تنظف جسمك، تنظف رئتينك؟ اللوبيليا هي اللي بتنظف لكم رئتينكم. بدك ساعتها تسيب الدخان، لانه اللوبيليا فيها مادة النكتين نفسها اللي موجودة بالتدخين. مجرد انت ما تاخذ هذه اللوبيليا ما بتحس انك تبغى تدخن. وجربوها للمدخنين او هاللي بيحششوا، جربوها ترى كتير كتير ممتازة، روعة روعة. هلا بيوم علينا شو هذا تحشيش وما تحشيش، يا لهوي. طبعا انا بلوم الناس كتير اللي بيقولوا لك لا الحشيش مغذي، الحشيش كويس، الحشيش بيخلي بدري ايش، والله انا شعري. طبعا في ناس بيستعملوه للشعر كزيت، في ناس بيستعملوه مستخلص بيشربوه. انا بلومهم اذا بدون استشارة دكتور، لا احد يجيبه ولا احد يرد على الفيديوهات الناس اللي عم تنحكى. لانه اذا انت في عندك ضغط ولا عندك اي مشكله ما بيصير تاخذ هذا السائل. تمام، قول حكينا هلا مو على الحشيش، حكينا على عشبه اللوبيليا. طبعا التغذيه والدواء يعني عطيناهم الدراسات كلهم، طبعا الدراسات كلها اللي بده يبغى دراسات، كل الدراسات انا هذا الفيديو كامل اللي ما اقدر يشوفه ولا حضرني لايف رح ينزل في اليوتيوب، حتشوفه بالوصف، لانه هنا في التيك توك ما بنقدر نحط وصف. حتدخلوا على الوصف حتلاقوا 4-5 دراسات للوبيليا لم تسبب أي موت لأي شخص أخذها، عالجت آلاف الناس من الشوائب والموية والالتهابات والتلف اللي صارت بالكلى بالرئتين، سوري اللي صارت بالرئتين. مشان هيك أنا بقلكم اللوبيليا ممتازة جدا جدا، وأنا عن نفسي موجودة عندي وأقدر مرة بالشهر من هالغبار. كنا جالسين مثلا مع ناس بيدخنوا لازم لحنا نتأثر، بدنا مثلا كنا مثلا طالعين مشوار وطلعت غبار، وخصوصا لحنا مشهورين هون في السعودية أو في جدة حصرا أو في الرياض، غبرة لما تطلع تدخل مو بس الرئتين، تدخل جهة أجهزتنا كاملة بالجسم. طيب الاستخدام تبع اللوبيليا، طبعا لحنا اسلام، لحنا ضد الـ الاشياء والشرابات الكحوليه الا اذا مضطرين، يعني اللي معه مويه بالرئه عادي اسالوا الشيوخ انه هذه اللوبيليا كحول، اللوبيليا هذه حرام بس مريضنا بده في كذا وكذا وكذا. طبعا في كتير ادويه ترى فيها من اللحوم الخنزير، فيها من الكحول، كتير في ترى أدوية، بس لحنا لأنه ما نقرأ الله يهدينا ما تعرفون كون أنتوا عم تشربوا الكحول. بس هي العشبة اللوبيليا أنا عم قلكن عليها تقدروا تجيبوها، ولو فيها فوتكا أو في منها بيخلي التفاح للأمان، بس هي بالفوتكا بتشتغل أكتر. ومنقدر نجيب أعشاب ما بتكون ياها بالكحول، أمر طبيعي كتير وعادي. أنا بفضل أصلا عشبة، نجيب العشبة نحطها بالموية الحارة نعملها 3 مرات بالنهار، نشربها تقريبا 100 ميلي باليوم، ناخد 100 ميلي
مشان ننظف الرئتين. تمام؟ طبعا هاي المادة الكحولية هي بتكون عم تنباع كسائل. هناخد 3 نقاط 4 نقاط حنحطها بقلب كوب من الموية ونشربها الصباح والظهر وبالليل قبل ما ننام بساعتين. تمام؟ لح تشتغل. طبعا في إلها تأثيرات، هي يعني إلها تأثيرات جانبية، مثلا مثل التقيؤ، مثل الغثيان، يعني بتحس انه مويه من تمك، هذه حموضه المعده عم تخرج. ليش؟ لانه هي عم تشتغل بطريقه كتير حلوه. حتحسوا جفاف بالفم، حتحسوا بتعرق كتير كتير قوي لانه عم تشتغل. اللي ما بيحس بهي الشغلات معناته هذه اللوبيليا اللي انتم عم تاخذوها مش لوبيليا. في ناس بتحس بضربات القلب بس كتير سريعه، مشان هيك لحنا نقدر ناخدها كمية كتير كتير قليلة، وبعد 2-3 منزود الكمية، بعد 4-5 أيام منزود الكمية، بعد شهر منزود الكمية. طبعا كتير ناس تعبانين من الرئتين، كتير كتير ناس، خصوصا هاللي بيشتغلوا بالمواد الكيماوية، الناس المدخنين، الناس اللي بتجيهم كتير غبرة، الناس اللي عايشين بالصحراء بتلاقي الرئتين تبعهم كتير تعبانة. وفي ناس أصلاً ما هم مدخنين، يعني مو شرط إنه إنسان مدخن، بالعكس مرة اكتشفنا على رئتين إنسان مدخن وكتير كتير، يعني هو معتني بنفسه ودائماً بنظف لنفسه، لأنه اللي بيشرب حليب مع الليمون الصباح بدري بينظف رئتينه من كل الدخان اللي بيشربه. الليمون والحليب، الإبل ترى ممتاز للتنظيف، بس نحن عم نحكي على عشبة اللوبيليا للناس اللي صار معهم تليف بالرئتين، صار معهم موية بالرئتين. هذه هي كلها لحالة بتخليه بتتعب هذا الإنسان، بتخليه مريض. أحياناً الموية بالرئتين يعني من قبل 10 سنين هلأ صاروا يتداركوا الموت من الموية بالرئتين. من 10 سنين تقريبا كان الإنسان يموت من الموية بالرئتين أو الهواء اللي دخل للرئتين. الحمد لله العلم تقدم، وطب الأعشاب اللي هو الطب الحديث مو مثل الطب البديل. أنا الطب البديل اللي بيقولوا عليه الطب البديل هو الطب الحديث، أما الطب البديل هو الطب هلأ اللي عم يدرسوه. ما في أحسن من الأعشاب إذا بنستخدمها بطريقة منتظمة باستشارة المعالج أو الدكتور اللي بيفهم بالأعشاب، وتقدروا تاخذوا المواد اللي انت اللهم صل على النبي. اسمحوا لي اشرب. طيب هلا في ناس كتير عندها ربو، انا حاتكلم لكم على عده امراض وهي موجوده. شيلوكم من مويه بالرئتين، هلا قلت لكم انا كل بيت في عنده مريض ربو، ناس كتير بنعرفها في عندها الربو. هاي الوصفه كانت تستخدم حل نهائي. ميرسي ميرسي كلكم زوم. كانت تستخدم حل نهائي. كان الدكتور كريستوفر لما يجي مريض في عنده ربو يجلس معه أول جلسة، الثانية، الثالثة، يروح الربو نهائيا. وأنا بقول لكم خلال 24 ساعة اللي بيستخدم هذه العشبة بانتظام، مثلا ناخذ مستخلص اللوبيليا تقريبا 5 مللي متر، 5 مللي ناخذها نحطها على كوب موية كل 10 دقائق تقريبا للجرعة الواحدة. تمام؟ يمكن تتقيؤوا، يمكن يصير معكم غثيان، يمكن ما يصير معكم شيء، سبحان الله. كل واحد على هوى الجسم، وتأكدوا انه خلال 24 ساعة لح تنتهي عندكم المشكلة. وهذه مجربة تجارب كتير رائعة، وانا عن نفسي كتير تعالج ناس من الربو وكانوا يستخدموها. عندكم الربو للأطفال، طبعا ما حنقدر نعطيهم النقاط هاي للأطفال لانه كتير حيتعبوا. لح نقدر نعطيهم النقاط تحت اللسان، يعني بالبداية الأطفال اللي عنده الربو صغار بنعطيهم نقطة واحدة تحت اللسان، نقطتين تحت اللسان، بعد 4-5 أيام 3 نقاط، وهكذا. ولح ينتهوا الأطفال من الربو لأنه هي عشبة كتير كتير حلوة. يلي عنده إجهاضات متكررة
في ناس كتير عندهم إجهاضات بتحبل الحرمة وبتجهد، والدكتور بيقول لها ما فيك شيء، هذا من الله. كتير في هيك ناس عندهم، بيجي الولد بيصير للشهر ونص، للشهرين، للأربع شهور، للخمس شهور، كمان هي ممتازة جدا جدا، بس بدنا نستعمل مش السائل، بدنا نستعمل الورق. هتجيبوا الورق، هتجيبوا تقريبا ناخد ملعقة من الشاي، ملعقة شاي من الورق اللوبيليا أو زهور اللوبيليا، ونحطها على موية حارة، بعدين نغطيها لين تدفى، نصفيها ونشربها. هاللي بتصير معها نزيف، مشان ما تروحوا تعملوا تنظيف في المستشفى وتخربوا رحمكم وتخربوا الجهاز الرحم عندكم، بتقدروا توقفوا النزيف وبتقدروا يطلعوا الولد من المشيمة بسهولة بواسطة عشبة اللوبيا، اللوبيليا سوري. هذه اللوبيليا كتير كتير خطيرة وروعة، كتير رائعة. هل عنده تعب وأمراض بالغدد اللامفاوية، اللوزتين؟ هاي أنا هحكي لكم تجربة عني، تجربة عندي في بيتي. أنا بنتي ريتاش كان في عندها دائما اللوزتين نازلين، كل يومين والثالث بتنزل، كل يومين والثالث بتنزل. طبعا رحت لعند الدكتور، الدكتور أنا دائما ما بقولكم أنا لا تروحوا على الدكاترة، إحنا ما بدنا نقلل من شأن الدكاترة، لا، هن درسوا وتعبوا، بس في دكاترة تجار، لحنا عم نحكي عن دكاترة تجار، اللي ما بيقلك استعمل كذا، طول بالك، يعني فكر بالدواء آخر شيء. نحن عم نحكي عن دكاترة التجار اللي أول ما بتفوت بيوصف لك راشيتها هالقدة فيها شي 50-60 دواء، بالساعة الفلانية تأخذ دواء، بس هذا خطير جدا جدا، انتبهوا وابتعدوا عن الدكاترة اللي بهالطريقة هي أو بهالموديل هاد، تمام؟ طبعا أكملكم قصة بنوتي الحلوة الرائعة. دائما الدكاترة دائما بيقولوا لي لازم تشيلي اللوزتين لهذه البنت، لانه اللوزتين هي اللي عم تخليها تتعب وتمرض ومدري ايش ويصير معها. طبعا انا باخذ بقول له كتر خيرك وشكرا وميرسي، واخذت الراشيتا تشيك 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 في الزبالة. برجع على البيت، انا عندي الام ام اس 1 الام ام اس 2 ديمسو، ضليت تقريبا سنة ونص وانا عم احاول اني، حتى كان بنتي عندها بحت صوت فظيعة، يعني بحت الصوت هذه كانت من اللوزتين. الام ام اس لما بتعقموا جسمكم وبعدين بتجي بتاخذوا اللوبيليا، خلال الثلاث ايام رح تنتهي عندكم مشكلة اللوز نهائيا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بتاخذ العقل. طبعا هذه مو شرب نشربها، لا، نقدر نشرب شوي معلقتين ثلاثة للأطفال، للكبار نص كوب مثل ما اتفقنا، بس هادي حنجيب الخضار حق الورق حق اللوبيليا، حنحط معه بذور الكتان شوية ماي ورد، رح نساويها لبخة. هاي اللبخة حنحطها على رقبتنا كلياتها من هون لهون، كل رقبتنا حتحطوا هاي اللبخة، لحتجيبوا قماش لونه أصفر لونه أزرق وتحطوها على رقبتكم وتلفوا رقبتكم وتخلوا الولد تقريبا لمدة ساعة، ساعة ونص، ساعتين، ما عندكم مشكلة بالكثير، تمام؟ بتخلوها على الرقبة ولما تشيلوها حتحسوا اللوز، لو كانت مقيحين تفتحوا الفم تلاقوا القيح راح من أول مرة. ترى اللوبيليا ممتازة. هاللي عنده ديمسو، طبعا في اي بي العلاج بالديمسو، ما في مجال، مع نفس العشبة حنحط شوية ديمسو ونحط لبخة على رقبتنا. هذه اللبخة رح تعطيكم فوائد فظيعة. الديمسو لانه بيفتح المسامات وبيخلي المادة اللي بدنا اياها تدخل عبر المسامات وتعالج الشغلة اللي احنا بدنا اياها، تمام يا حلوين؟ هاي من جهة الـ طبعا في كتير ناس بتقلك أبحاث وبدنا أبحاث، أنا هحط لكم الأبحاث في الوصف في الفيديو عندي في اليوتيوب، لأنه هذا الفيديو رح ناخده وننزله عنا في اليوتيوب يا حلوين، تمام؟ وهلأ أي أسئلة أنا معكم، اسألوا مثل ما بتكون.
طبعا اللي احنا حكينا عن فوائده وحكينا في شغله, في ملاحظه كتير قويه, طولوا بالكم قبل الاسئله, في ملاحظه كتير قويه, الادويه النفسيه اللي بياخد ادويه نفسيه ما بيصير ياخد اللوبيليا, انتبهوا, لانه اصلا هو معالج للاكتئاب وهو معالج للحاله النفسيه. كيف تاخذوا حيتضاربوا الادويه والعشبه مع بعض وتسبب مشاكل وسميه على قول التغذيه والدواء, تمام؟ هذا اللي بيساوي اي عشبه بتاخذوها حاولوا انكم ما تاخذوا معها اعشاب, لانه هي اللي بتعمل اضطرابات في الجسم اللي فيه مشكله واللي تعبان عنه, تمام؟ لحد هيك لحنا ما شاء الله. في ناس بتاخذ ادويه للاقلاع, يعني في عندكم مدخنين بيروحوا بياخذوا ادويه للاقلاع عن التدخين, او بياخذوا لزقه بيلزقوها, او بياخذوا حاجه في حاجات كتير للاقلاع عن التدخين. اذا انتوا عم تاخذوا هذه الحاجه ممنوع منعا باتا تاخذوا عشبه اللوبيليا, انتبهوا, هذا انتباه كامل لكل مدخن. انت عم تاخذ اي دواء المفروض عشبه اللوبيليا ما تاخذها, يمنع منعا باتا. واللي عنده الحاله النفسيه تعبانه عشبه اللوبيليا كمان ممنوعه عنه منعا باتا, تمام؟ طبعا اللي عنده حب شباب بنقدر نستعملها كمان لحب الشباب, في إلها كتير علاجات للوجه, للحبوب, للإعياء, هي بتعطي نشاط, هي بتعطي سعادة. يعني مثلا للوقاية, خلينا نتكلم عن الوقاية, أنا بدي أخذها للوقاية, ما عندكم أي مشكلة خدوها للوقاية, ترى للوقاية ممتازة جدا جدا جدا, بتعطينا السعادة, بتعطينا إفراز للهرمون الدوبامين, بتخلي عنا السعادة بطريقة كتير كتير عالية, كتير فظيعة, تمام يا حلوين يا أمامير؟ طيب هلأ جاني أنا كتير سؤال مهم وأنا قاعدة عم في هاللي عنده آلام باللسة بالأسنان, ترى جدودنا من زمان كانوا يستعملوها لهالشغلة, هاي بتحطوها تحت اللسان وبتصيروا بتسوكوا فيها كل اللثة, بيروح فورا الألم والالتهابات فورا وفورا. ومثل ما قلت لكم اللي عنده ديمسو, الديمسو ممتاز جدا جدا لللبخة. هاللي ما بيعرف من وين يشتريهم ادخلوا على WBC وان شاء الله بإذن الله لح تقدروا تجيبوا الصيدلية الكاملة المتكاملة, MMS1 والMMS2 والديمسو. وكتير ناس قالوا لي ما عم نعرف نستعملها, بتقدروا تدخلوا على تطبيق أشعل شمعتك مشان اقدر تابع حالتكم, او ادخلوا على موقعي أشعل شمعتك بتقدروا تشوفوا الفيديوهات كلها, انا عاملة عدة فيديوهات لعدة امراض كيف تعالج منها, مثل الثعلبة, امراض القلب, امراض الدماغ, حالة النفسية, المعدة, جرثومة المعدة. هذا الMMS خطير خطير بطريقة فظيعة. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أنا كتير أنا وفيت بإذن الله حق الموضوع بإذن الله, يعني حاسة ما نسيت شيء. أنا كاتبة لأنه لا إن شاء الله بإذن الله أنا قلت لكم على كل شيء. أيوة, هاللي في عنده فرط حركي, الأطفال الصغار اللي عندهم فرط حركي اللي أعماره بالأربع خمس سنين والعشر سنين, اللوبيليا ممتازة لفرط الحركة, وخصوصا هاللي عندهم مرض الـ AD الـ HD الـ AD الـ HD هاللي إجاب من عند الدكتور هادية, المرض هاللي عند الولد ترى بيتعالج بعشبة اللوبيليا, وعالجنا أولاد كتير, ما عم نجيب لكم الكلام من عنه. التهابات التهابة العشب, السعال إناها, الكآبة إناها, الالتهاب الرئوي إناها, والإدمان إناها, تمام؟ تمام. كل واحد صار عنده لدخة من النحلة مثلا, الكدمة انطرق, صارت توجع رجله, تخنت, بس حطوا عليها اللبخة تبع اللوبيليا تروح فورا فورا, ما تحسوا عليها لما تروح, سبحان الله. تمام, اشوف الاسئلة تبعكم. هاللي قالوا لي مشان معلش الكورونا, كيف الوقاية من الكورونا؟ صيدليتكم الوحيدة للوقاية من الكورونا MMS1 والMMS2 والديمسو, خلوه عندكم. إذا ما حدا عنده أي مرض بيقدر ياخد 6 نقاط مفعلة في الليل قبل ما ينام بساعة,
ممتازة ممتازة، ولا تجيكم أي فيروس ولا أي كورونا ولا أي شيء. يلا نشوف أسئلتكم يا حلوين، نشوف أسئلتكم الرائعة. إن شاء الله الموضوع عجبكم. أول شيء بدي أعرف شو استفدتوا من الموضوع وشو حسيتوا إنكم ما حتستفيدوا شيء. ربي يسعدك يا قلبي، ميرسي كلك ذوق. تكيس المبايض وضعف، أوكي في له حل، وحل كتير حلو بسيط بإذن الله، بس ادخلي على تطبيق اشعل شمعتك، لأنه هاي شغلات خاصة اللي احنا ما نحن نتكلم فيها بليز. تمام دكتورة، شي طول الأظافر؟ أنا عملت بالفعل فيديو عن تطويل الأظافر، وقلت لكم تستعمل الخل، نستعمل زيت الزيتون، نستعمل التوم، وفي عندكم بمتجر أشعل شمعتك عبوة أعشاب خلال 3 أيام بيصيروا أظافركم طويلة. هلأ في فيديو أنا بدي أوريكم إياه، أنا بدي أورجيكم فيديو مشان تعرفوا العشبة اللوبيليا إيش هي. تمام خليني اشوف بس كيف بدي اورجيكم اياه. شوفوا طبعا هذا الانسان، هذا إنسان هندي موجود، ولحط لكم الفيديو إذا بدكم بقناتي باليوتيوب. هذه هي عشبة اللوبيليا، في منها الأبيض وفي منها الوردي وفي منها المزرق، شايفين؟ إن شاء الله واضحة الصورة، يا ريتكم تكتبوا لي واضحة ولا لا. هذه هي عشبة اللوبيليا، عشبة السحرية لتنظيف الرئتين، ولو كنا واصلين للتليف، عشبة بتاخد العقل كتير حلوة. تمام؟ وين الناس؟ وين الناس المشتركين معنا؟ يلا يلا وينهم؟ شايفين شلون العشبة؟ هي طولها بتجي تقريباً للمتر تقريباً، وهذه العشبة البيضة اللي موجودة في الهند. يلي موجودة بأمريكا مثل ما حكينا، لحنا حكينا إنه في عشبة موجودة بأمريكا وفي ببريطانيا وفي بالهند. طبعاً هذا الشيخ عم يشرح عنا، وكتير ناس طبعاً بالهند نسبة الربو والرئتين عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن، لأنه كتير بيعتنوا بالتنفس، كتير بيعتنوا بشو بيقولوا مو طبعاً كتير كتير في ناس ما بتعرف عن هالعشبة وعلى تأثيرها، على تأثيرها الرائع الجميل، كتير في ناس ما بتعرفها. هذا الحجي أو الشيخ أو الهندي عم يفسر تفسير كامل عليها، إنه بتعالج المشاكل الجهاز التنفسي، وبالإضافة إنها يعني أنا عم أحكي لكم على الكلام اللي عم يحكي، تهدئة العضلات. هو طبعا معالج كبير والناس كتير بتثق فيه، حاولوا تتابعوه، اللي بيعرف لغة إنجليزية كتير 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 رائع. وبيتعافى الواحد على إدمان الكحول وكتير من الأشياء، لأنه كتير كتير رائع. طبعا قلت لكم أنا موجود بالولايات المتحدة وكندا وبريطانيا. طبعا اللي موجود الزهور البنفسجية هي بتكون موجودة بأمريكا، تمام، وكولومبيا ببريطانيا. ومثل
مثل ما حكينا اسمه التبغ الهندي، اللي هو هذا العجوز عم يتكلم عليها التبغ الهندي. تمام؟ إن شاء الله بإذن الله واضحة العشبة بإذن الله تعالى. بس كتبوا لي تمام واضحة. إن شاء الله بإذن الله أنا وضحت لكم العشبة. هاللي مو واضحة معه العشبة يقول لي مشان أقدر فيدو فيها أكثر أكثر يا حلوين. تمام؟ هذا الرجل الهندي رائع رائع، بيتكلم عن الأعشاب. هو أصلاً معالج بالأعشاب خصوصاً بالهند، في أعشاب كتير كتير رائعة، وفي عندهم علاجات بالبخور. لحنا تكلمنا كتير عن البخور بس خاص بالمنتسبين، الفيديوهات كانت خاصة جداً للمنتسبين في اليوتيوب، تكلمنا كتير عليها وإلها فوائد كتير فظيعة. هذا الرجل بيعالج كمان بالبخور، أنواع البخور لأي عضو من أعضاء الجسم تعبان مريض بيقدر يعالج بالبخور. تمام؟ نرجع لأسئلتكم يا أجمل شموع مضوية. وين نلقاها؟ عند العطار. ولو ما لقيتوها عند العطار دعوة دعوة بدهم يبدوا لايف معي. أنا قلت لكم هاللي بده يشتغل لايف معي في عنده فوائد للكل، أنا ما عندي أي مانع، بس تدخلوا لعندي على الخاص وتقولوا لي عن الموضوع اللي بتكون تكلموا فيه. أما ندخل هيك بس للللللللل لا، يعني كتير صعب. أنا ماني جاي هون للكلام. في واحدة قالت لي في التيك توك أنت المفروض تصيري 10 مليون. لو أنا عم نرقص ونغني ونجيب فنان ونحكي نكت، صدقوني حصير 10 مليون، لأنه عندي هالطاقة هي إني أجلب 10 مليون. بس أنا مو مشان هيك داخل التيك توك، أنا داخل على التيك توك مشان فيدكم، داخل على التيك توك مشان إلكم صحتكم بإيدكم أنتو، صحتكم وعافيتكم بأقل الأتمام موجودة عندكم في البيت. نبتعد عن الأدوية ونبتعد عن الشغلات الدخيلة اللي دخلت علينا من برا من الغرب ومن أوروبا. انتبهوا لصحتكم، ولو بتعدوا بس بتقروا بعض الكتب لح تعرفوا انه صحتكم من ايدكم من ايدكم انتو. انتبهوا بليز، انا بحبكم كتير وبتمنى دائما انه تديروا بالكم على صحتكم، تناموا في الليل لانه نوم الليل بيجيب اجمل صحة بالدنيا وبالعالم. نبتوا الحبوب الميتة، غسلوها بالهيدروجين بروكسايد مشان تكون صحية ومشان تعرفوا تاكلوها، وشوفوا صحة أولادكم كيف حتصير. تمام؟ يلا أسئلتكم. تعبت من السكر، سلامتك قلبك من السكر يا شيخة، ادخلي على تطبيق أشعل شمعتك وأنا إن شاء الله بقدر فيدك بإذن الله. أي واحد عنده سؤال بعشبة اللوبيليا بليز، وما في مشكلة إني أعطيكم أسئلة أنتوا بتكون تسألوها، ما عندي أي مشكلة، بس تكون الأسئلة مش علاجات، لأنه كل جسم من أجسامكم له علاج خاص. يا حبيبتي أنا ما تابعك إلا عشان معلوماتك الراقية ونصايحك الجميلة. يعني أنا ما بتحبيني مثلا بقى تتابعيني؟ يعني شو قصدك؟ حبيبتي والله بعرف إنك عسل. أنا بحب، يعني أنا بتعرف شو جاوبت هادي اللي قالت لي لازم يصير عندك 10 مليون؟ أنا قلت لها يا حبيبتي بيكفيني الناس الإيجابيين الرائعين اللي موجودين، أنا ما بدي ناس تدخل بس تتمهزق وتتمسخر وتقول كاني ماني. واو على الوردات الحلوين، ميرسي ميرسي على الوردات الحلوين، thank you. كيف أنشط الشاكرا الثالثة؟ أوه هيدي بغالك جلسة. نفسها اللي عم تبعت لنا وردات حلوين. العين الثالثة هنا، إذا في عندك أي شوائب بجسمك وما عندك سلام داخلي انتبهي تنشطيها، حتتعبك كتير. انتبهوا، لحنا لازم نوصل نطلع للروحانيات بطريقة كتير حلوة، إنه لحنا ننشط العين الثالثة ولحنا في عنا سلام داخلي، لحنا ناس إيجابيين، لحنا الناس منحب كل تفاصيلنا،
ما نلوم نفسنا. لحنا لو عنا سلبيات نحب سلبياتنا ونحب الأشياء اللي ما تحب فينا العالم. لساننا هذا لساننا نسكت عنه شوي، صدقوني هذا كلياته بيأثر على العين الثالثة. لازم تكون نضاف تماما مشان العين الثالثة. بدي أنا أشطها لأنه عندي روحانيات عالية ما شاء الله. ادخلي على تطبيق أشعل شمعتك وإن شاء الله بإذن الله خليني أعمل لك اختبار وأشوف إنك أنت. ترى أنا لو بيدخلوا الناس لعندي يقولوا لي إن شاء الله خدي مليون وساوي لنا كذا، ما سوي. إذا شيء يأذيهم والله ما سوي لو بدهم يدفعوا مليون.